السلام عليكم، معكم محمد عبد الجواد. باذن الله النهارده هنشرح السيرش استراتيجي ليفل 2. تمام. الفرق ما بين ليفل 1 وليفل 2، يعني هي نفس الحاجات اللي احنا عرفناها في ليفل 1. خلاص، هو ده السيرش استراتيجي بتاعنا، يعني بمعنى اصح ايه السبب، وعرفنا يعني ايه ازاي تكسر الجمله بتاعتك الكي ووردز، وبعد كده ازاي تربطها ببعض وازاي تلاقي الكي ووردز بتاعتك. طيب في ليفل 2 اللي هنعرفه هي بس واحده جديده، ف يعني ان انت تلاقي ريليفانت كيوردز. هنضيف هنا حاجه جديده، والاهم حاجه نركز عليها هو ازاي تكسر الجمله بشكل اكتر وازاي تجمعها بشكل اصعب، تمام، علشان تبني سيرش استراتيجي افضل. ف وهنا وبرضه هنغير في الرايتنج، هنكتب سيرش استراتيجي بشكل مختلف، تمام. فهو ليفل 2 عامه كل اللي بنعمله ان احنا بس بنكسر الجمله بشكل اكبر شويه، وبنربطها بشكل اغرب شويه، وبنكتب السيرش استراتيجي بشكل مختلف شويه بس، تمام. ليفل 3 برضه نفس النظام، يعني برضه مش هيضيف على ليفل 1 غير برضه في الثلاث حاجات دول. فاحنا دلوقتي هنبدا في ليفل 2 وهناخد مثالين وهنجرب فيهم بس، تمام. مش هندور احنا على ريليفنت كيوردز، يعني مش هنجرب امثله حيه بالكامل، يعني احنا كل ده كله خلاص عرفناه من ليفل 1. طيب دلوقتي ده كده خلاص كان انترودكشن بتاع ليفل 2. اللي هنعمله فيه ان احنا نكسر اكتر وهنجمع اكتر بس، تمام. فهنبدأ دلوقتي نعمل نكسر جملة، ويعني نشوف احنا المفروض نكسرها ازاي. الطبيعي ان احنا نكسرها زي في ليفل 1 وهنكسرها زي في ليفل 2 بس، تمام. فهنا مثلا عندنا الاستادي ديت بتتكلم عن اندوميتريال سكراتش انجري، هيتعمل لستات داخلين اول مرة يعملوا انفيترو فيرتلايزيشن، تمام. يعني هيتعمل لهم خدش في طنط الرحم علشان يشوفوا هل الاوفا يعني هتثبت فيه ولا لا بعد الاي في اف. طيب دلوقتي عندي هنا الكي ووردز بتاعتي البايكو، مثلا هنا البيبيوليشن بتاعتي، هنا البيبيوليشن اللي هو women undergoing their first IVF، تمام. زي ما قلنا هناخد اهم حاجه فيها، ومش بس اهم حاجه، حاجه اقدر ابحث عنها. يعني مثلا women دي شائعه جدا، undergoing دي مش كلمه، first برضو شائعه جدا، فانا مش هاخد هنا غير IVF، تمام. الصفه اللي بتوصف البيبيوليشن بتاعتي هو IVF بس، رغم ان هو ده كله، تمام. دي كده كلها الكرايتيريا بتاع الاوفيليشن، بس انا اخد بس منها اي في اف، دي اللي اقدر ابحث عنها، تمام، اللي هي ان فيترو فيرتلايزيشن. بعد كده عندي الانترفينشن. الانترفينشن هنا بتاعي هيبقى الاندوميتريال سكراتش انجن، تمام. هل اقدر يعني مثلا عندي كلمه سكراتش المفروض ان هي كلمه عامه، وانجري المفروض ان هي كلمه عامه، واندوميتريال برضه كلمه عامه، بس مع بعضيها مش بتبقى كلمه عامه، تمام. فانا هاخدها كده كلها زي ما هي مع بعضيها. بعد كده عندي الكومباريتيف، مش مهم، ولا الاوت كام برضه مهم دلوقتي، تمام. هنا كومباريتيف هتبقى برضه ستات داخلين فيرست اي في اف، بس مش هيعملوا اندوميتريال سكراتش انجري، دي مش هقدر اعبر عنها لان هي نفس القصه اي في اف. الاوت كام بتاعي هيبقى كلينيكال بريجنانسي ريت، برضه مش هحتاج اعبر عنها لانها مش بالضروره بتتكتب، تمام، ممكن تبقى صوره جراف كده عابر. طيب فانا دلوقتي كده عندي في الليفل 1 لو هاجي اكتبها هكتبها صورة اي في اف، ده كده جزء، الجزء الثاني اند اندوميتريال سكراتش انجري، طبعا بقى اللي هو هربط بقى الحاجات بتاعتها باور، يعني مثلا اي في اف اور ان فيترو فيرتلايزيشن اور وهكذا، تمام. كذلك برضو هنا في الاي اس اي لو فتحنا باب ميد علشان ندور على الكي ووردز بتاعتها، هنا مثلا هكتب الان فيترو فيرتلايزيشن عشان اعرف بقية الكي ووردز. ده حاجة من يعني الحاجات اللي احنا عملناها في ليفل 1، اداة فيرتلايزيشن ان فيترو. هلاقي عندي هنا كيوردز ان فيترو فيرتلايزيشن، ان فيترو فيرتلايزيشنز، تيست تيوب فيرتلايزيشن، وهكذا. يعني الحاجات ديت كنت اقدر يعني بدل ما اخدها كده كلها كوبي وبيست والاقي عندي سيرش استراتيجي كبيره مكونه من ده كله مربوطين باور، كان ممكن اخليها تبقى الان فيترو لوحديها، اي في لوحديها، اند الفيرتلايزيشن لوحديها، تمام. وابدا بقى امشيها بهذا الاسلوب كده، هنا برضو هتبقى اند بقى دي كده مختلفه، والاي اس اي بتاعتي يعني هتبقى عندي هنا ان فيترو وكل ما هو يشبه ان فيترو بقى، ان فيترو اور ان فيترو، هنا بس الزياده ان احنا ضفنا شرطه اور تيست تيوب اور تيست تيوب من غير الشرطة اور
كده احنا ده كله كده شملنا ده كله تمام. تيست تيوب بيبيز ماشي، دي دلوقتي تيست تيوب هي اللي معانا تمام. بعد كده هناخد بقى فرتلايزيشن، خلاص كده ده كده كله ان فيترو. هناخد بقى فرتلايزيشن اللي هو فرتلايزيشن or fertilizations or baby or babies تمام. كده السطر دوت غنمنا عن ده كله. طيب في هنا برضو حاجة تثير الجدل. خلاص احنا كده المفروض ان احنا واحنا بنجمع السيرش استراتيجي بتاعتنا، احنا مش بس هندور في، مش احنا هندور في داتا بيز تانية، فاحنا بندور هنلاقي مثلا حاجة زي الانترا سيتوبلازميك سبيرم انجكشن تمام. طيب خلينا بس الاول نمشي كده بالترتيب. احنا كده في الاول خدنا بس كده الجزء الاولاني اللي هو اي في اف وعملنا منه ده كله تمام. يعني ده كله كده المفروض بعد كده هيتربط هنا باند اندوميتريال سكراتش انجن، بس احنا هنا دوت لسه كده ما خلصناهوش، يعني ده كده مش هينفع يتساب على هذا الحال. مش معنى وانا بدور في الداتابيز، وليكن بقى دلوقتي هنبدا ندور في الداتابيز الجديده اللي احنا يعني احنا عارفين ان احنا بنجمع الداتابيز الكيوردز بتاعتنا من مثلا حاجه زي دراج بانك وهكذا. احنا هنا في الحلقه في العمليه في القصه ديت احنا عندنا انفيتو فيرتلايزيشن، فمش هينفع دراج بانك، فبنجمعها مثلا من مش او من قرايه الليتريتشر او من ويكيبيديا وهكذا او من جوجل. هنا هنضيف حاجه جديده اللي هو كوكرين. كوكرين نفسه ازاي؟ من كوكرين، مش من المش بتاع كوكرين، لا من السيستماتيك ريفيو بتاع كوكرين. يعني ما انا صح، في حد قبلينا هنشوف اذا كان في حد قبلينا عمل بحث تضمن فيه الكي وورد اللي اسمها ان فيترو فيرتلايزيشن، واشوف الكي ووردز بتاعته واخد منها تمام. يعني انا هنا مثلا دلوقتي هبحث، هو هدخل الاول على كوكرين لايبراري وجواها هبحث عن ان فيترو فيرتلايزيشن هسيب الترايلز، لو صحيح الترايلز وهدخل على طول على كوكرين ريفيوز تمام. هلاقي هنا بحوث اتعملت قبل كده مش هو نفس الموضوع تمام، يعني مش اندوميتريال سكراتش انجري، لكن في شق من ضمن الحاجات الاساسيه ان هو عمل انفيترو فيرتلايزيشن زي جروث هرمون اند انفيترو فيرتلايزيشن وهكذا تمام. فانا مثلا هو دخلت على واحد عايز اعرف السيرش استراتيجي بتاعته، عايز اعرف السيرش استراتيجي اللي هو استخدمها، فانا هفتح الابندكس بتاعه وغالبا هلاقيه في الابندكس. لو ما كانش في الابندكس هتبقى في الميثودز، يعني لو ما فيش ابندكس هتبقى في الميثودز. اول حاجه الاقيها في الابندكس بتاعه هو السيرش استراتيجي اللي هو استخدمها، اللي هو مثلا ادي هو الجروث هرمون، ودي الكلمه الثانيه اللي هو ان فيترو فيرتلايزيشن. كذلك برضه هنا بقى بيبدا يفصلها مثلا في هو حاجات الميد لاين وهكذا تمام. دي هتبقى مفيده ان انا هقدر اجمع كي ووردز الكومون، وفي نفس الوقت كي ووردز كان ممكن تغيب عني في الباقي من الباقيين. وغير كده كمان هتفيدني ان انا ممكن اعرف طريقه جديده ان انا افصل ما بين الكي ووردز. يعني ازاي مثلا حد مثلا بيسال ممكن اكسر الكي وورد ازاي، يعني ليها يعني مثلا الجمله ديت دي انا اعرف منين ان انا كده المفروض اكسر ان فيترو عن فيرتلايزيشن، ازاي المفروض افصلهم عن بعض تمام. هو مش لازم، يعني انت ممكن تمشي بنظام ليفل 1 عادي، بس علشان تعرف ان انت ممكن مثلا تقدر تكسرهم عادي، تقدر تفتح بحث اتعمل قبل كده سيستماتيك ريفيو اتعمل قبل كده وتشوف السيرش استراتيجي بتاعه تمام. فانا مثلا في الحاله ديت اهوت هشوف هنا السيرش استراتيجي بتاع البحث دوت، غالبا هو ما فصلش ان فيترو عن فيرتلايزيشن. لكن لو لاحظنا انا في الكيوردز بتاعته ان هو هنا استخدم حاجه زي الاي سي اس اي اللي هي اختصار لانترا سيتوبلازمك سبيرم انجكشن تمام. وبرده استخدم امبريو. طبعا عن نفسي هنا مثلا انا عن نفسي هنا مش هختار ان انا داخل امبريو، يعني مش عجباني. طبعا بعد ما قريت يعني بعد ما قريت عن الانفيترو فيرتلايزيشن تمام. فانا هنا دلوقتي اللي هو الواقف معايا دلوقتي هي الانترا سيتوبلازمك سبيرم انجكشن. طبعا انا هنزل هنا تحت برضو علشان اشوف بقيه الحاجات. فهنا مثلا فيرتلايزيشن ان فيترو سبيرم انجكشن، هنا هو مثلا يعتبر زي ما يكون فصل ان فيترو عن فيرتلايزيشن ماشي، بس هو انا بيستخدم حاجات دي بقى بتاع ليفل 3 مالناش دعوه بيها دلوقتي. كذلك برضو فصل انتراسيتوبلازميك عن سبيرم، عن سبيرم انجكشن. دي عن نفسي بصراحه كانت هتوه عن بالي ماشي. فانا دلوقتي عرفت ان انا عندي كيورد ثانيه، وطبعا من بقيه الداتا بيز هعرف ان انا عندي الكيورد ديت اللي هي اور اي سي اس اي. طيب هي وجودها هنا في المنطقه دي كده غلط، اشمعنى؟ لان انا هنا دلوقتي هربط ان فيترو مع فيرتلايزيشن ماشي، يعني كده ار في ان فيترو اند فيرتلايزيشن اور اي سي اس اي تمام. وهي كده مش متركبه صح بالنسبه للاقواس.
لان المفروض ان الاي سي اس اي بتساوي الانفيترو فيرتلايزيشن، يعني هنا المفروض تبقى اي في اف اور اي سي اس اي، وبالتالي لما انزل الدرجه اللي تحتها على طول اي في اند اف، الاثنين دول اختصار للاي في اف. هنا بقى كده اور اي سي اس اي وكده، فحط بقى قوس هنا كبير. ايه هنا اللي انا عملته؟ انا هنا كسرت، يعني نزلت القوس دوت، هو القوس ده، القوس ده هو القوس ده، الاي سي اس اي حطيتها هنا هي زي ما هي، وضفت لها بس قوسين كده، قوس يمين وقوس شمال عشان ما اتلخبطش، وهنا اور نزلتها هي زي ما هي، مسكت الاي في اف حطيتها برضو زي ما هي هنا، بس حطيت لها قوس يمين وقوس شمال، وبعد كده كسرت الاي في حطيتها لوحديها في جنب لوحديها، وبعدها حطيت ات اند، وبعد كده حطيت الاف، تمام، اللي هو الفيرتلايزيشن. فانا هنا برضو هنزل اطبق نفس النظام، ادي هو القوس، القوس الشمال واليمين بتاع الاي في اف، ادي هو اللي هو الان فيترو فيرتلايزيشن اند فيرتلايزيشن عمر ده كده، المفروض اضمهم جوه قوس كده لوحديهم علشان اقول له ان انت الاند ديت خاصه بان انت تدمج بتاع اللي على شمالها على اللي يمينها بس، مالكش دعوه باللي بره القوس ده، تمام. خلاص كده بره بقى القوس الكبير هبدا بقى انزل بقيه الاي سي اس اي اللي هي دي، فهي اور اي سي اس اي. برضه محتاج افصل اي سي اس اي ديت اللي هو عن الجزء الثاني، لان احنا ده كله لسه في الجزء الاولاني، فاحط هنا قوس وهنا قوس، تمام. بعد كده بقى الاي سي اس اي ديت نفسها هبدا العب فيها، ماشي. يعني هنا مثلا اي سي اس اي اهي لوحديها اللي هو الانترا سيتولازمك انترا سيتولازمك سبيرم انجكشن، ممكن تكون كده، او ممكن ان انا افصلها مثلا لانترا سيتوبلازمك لوحديها اند سبيرم انجكشن لوحديها. اظن مش هنقدر نكسر اكتر من كده، يعني انترا سيتوبلازمك اند سبيرم اند انجكشن كده، يعني هتزيد مني زياده عن، هتزيد مني زياده عن اللزوم، تمام. بس انت عادي براحتك، ممكن تخليها انتر سيتولازم سبيرم انجكشن بس كده لوحديها، او ممكن تخليها بالشكل ده اللي يريحك. طيب انا ليه فصلتها هنا بالشكل دوت؟ لانها كان ممكن مثلا وانا ببحث في مش يطلع لي بالشكل ده اللي هو سبيرم انجكشن، وبعد كده يحط لي كوما، وبعد كده يحط لي كلمه انتر سيتولازم. فانا في الحاله ديت المفروض ان انا كنت هقعد بقى مثلا، وممكن مثلا حاجه تانية هقول لك انتر سيتولازمك سبيرم انجكشنز، تمام، وهكذا. فانا هنا هغني عن ان انا هخلي انترا سيتوبلازمك ده كده جزء، اند سبيرم انجكشن اور سبيرم انجكشنز، تمام. وطبعا الاثنين دول كده شبه بعض، فهربطهم هنا كده في قوس لوحدي، وده كده اهوت هحطه هنا كده في قوس لوحدي، تمام، بحيث ان هو انترا سيتوبلازمك اند سبيرم انجكشن او سبيرم انجكشنز، تمام. وزيادة عليها كمان اللي هو اور اللي هو اللي هي اصلا الطبيعية اللي هي انتراسيتولازمك سبيرم انجكشن اللي هي الاي سي اس اي. طيب ليه اصلا حطيت ديت؟ لان انا عندي اختصار اسمه اي سي اس اي، لو كسرتها بالشكل دوت مش هقدر احط الاي سي اس اي في اي حته. لو حطيتها هنا هي تبقى اي سي اس اي اند سبيرم انجكشن، لو حطيتها هنا تبقى انتراسيتولازمك اند سبيرم انجكشن، مش هتنفع، فلازم احطها لوحديها. فانا كده دلوقتي بقيت بقول له انتراسيتولازمك اند سبيرم انجكشن اور الاي اس الاي سي اس اي، بعد كده هحط قوس كبير يشمل الاثنين، هاخد بقى ده كده كله واحطه هنا مكان الاي سي اس اي. الدنيا ساحت دلوقتي كده كلها في بعضيها، علشان كده احنا محتاجين طريقه جديده نكتب بيها السيرش استراتيجي، بس لسه اما اكمل بقيه السواحان لاخر، تمام. فاحنا دلوقتي كده خلاص ده كله كده في الجزء الاولاني اللي هو اللي اسمه انفيترو فيرتلايزيشن. ندخل بقى الجزء الثاني اللي هو الانترا سيتوبلازمك انجكشن، تمام. ده ايه اللي هو الاندوميتريال سكراتش انجري، سوري اندوميتريال سكراتش انجري، تمام. طيب الاندوميتريال سكراتش انجري في حد ذاتها الاندوميتريال سكراتش انجري، ممكن هي في حد ذاتها برضو تتفصل الاندوميتريال لوحديها والسكراتش انجري لوحديها. اشمعنى؟ لان انا عندي اندوميتريال اندوميتريوم، وتقريبا مش عارف اذا كانت يسرس هتعتبر ولا لا، يعني دوت هنلاقيه برضه في السيرش استراتيجي، تمام. فانا هنا هاخد اللي هو اندوميتريال دير اور اندوميتريوم، يا رب اكون كاتبها صح، واقفلهم بقوس
ده كده اللي هو دلالة على الاندوميتريال، تمام. وبعد كده هربطها بالان واكتب فيها السكراتش انجري، او مش لازم بقى السكراتش انجري، يعني هي السكراتش تقريبا هي بنفس معنى انجري، تمام، خدش. فانت ممكن تعمل سكراتش اور سكراتشز اور انجري اور انجريز وهكذا، اور سكراتش انجري، يعني هو كده وكده انت خدت سكراتش فخلاص انت مش محتاج سكراتش انجري. فانا هنا هاخد اللي هو كلمه سكراتش على انها مدلول يعني عند كله، تمام. كمان برضو في اللي كان بيعتبر البايوبسي، يعني انا مثلا لما كنت بعمل سكريننج خدت وانا بقرا كده لقيت ان في ناس بتعتبرها اندوميتريال بايوبسي وبتعتبرها ديت مكان السكراتش، فماشي ممكن تكون سكراتش او حتى بايوبسي. فانا كده خلاص دوت كده اللي هو الاندوميتريال اور اندوميتريوم اند سكراتش بالشكل ده كده يعني بيغني عن دي. طيب هحطه برضو في قوس كبير، والمفروض ان انا هربطها بالاي اس اي اللي هو الاختصار اندوميتريال سكراتش انجري، مش هعرف احطها هنا ولا هنا ولا هنا، لازم احطها بره لانها مساويه لده كله. بس انا هنا احط اور اي اس اي، المفروض ان احنا هعيد ده كله تاني، تمام، علشان انا عارف ان في ناس كتير وقعت في النص، فانا هعيد ده كله تاني في الاخر. فهو دلوقتي انا عندي الاندوميتريال سكراتش انجري اهو، كسرتها الاندوميتريوم كسرتها اند سكراتش، تمام، وحطيت الموازيه ليها اللي هي الاي اس اي هي لوحدها بره وربطها ما بينهم باور. ده كده كله اكس، واحطه هنا مكان الاي اس اي. انا عندي قوس زياده، ماشي اشيل القوس ده من هنا واشيل القوس ده من هنا، احط بقى هنا القوس اللي هو الكبير اللي هو يقفل دي مع دي، تمام. كده الدنيا ساحت في بعضيها، بعد ما كان المفروض ان انا اشوف اند واحده بقى عندي هو ادي واحده اند، ادي التانيه، وادي التالته، وادي الرابعه، الدنيا دخلت في بعضيها. فانا محتاج انظم اسلوب الكتابه بقى بتاعي شويه، ماشي، خاصه بقى ان ده كله لسه ما ضفتش ريليفنت كي ووردز. فانا هنا دلوقتي هبدا اكتبها باسلوب يسهل على امثالي فيلم، ماشي ماشي. نرجع للجمله الاصليه خالص اللي هي كانت عباره عن اي في اف، ماشي، اور اي سي اس اي اند اندومتريال سكراتش انجري، هو كانت عباره بس عن جزئين اللي هو فيها اي في اف واندومتريال سكراتش انجري. هكتب كده رقم واحد واكتب الاي في اف، او بلاش ماشي هكتب الاي في اف، ماشي. هنا هكتب فيها الاي في اف اور الحاجات المشابهه للاي في اف اللي هي الكلمه على بعضيها، تمام، اللي هو مثلا زي الاندومتريال سكراتش انجري، لا سوري، انتر سيتوبلازميك سبيرم انجكشن، اور اي حاجه موازيه للاي في اف، ماشي. ده كده اول كي وورد بتاعي والريليفنت ليه، تمام، اللي هو الاي في اف على بعضيها وكل ما هو يشبهها على بعضه، انتر سيتوبلازميك انجكشن مكتوبه بقى في صوره كلام وهكذا. اتنين، او بلاش مش هنكتبها مكتوبه في صوره كلام. اتنين، هبدا امسك الانفيترو فيرتلايزيشن ديت، انا قلت ان انا كسرتها لانفيترو وفيرتلايزيشن خلاص، يبقى هنا عندي انفيترو هكتبها في سطر لوحديها، اور اللي هو الانفيترو بقى مع شرطه الانفيترو مش عارف تيست تيوب وهكذا، اللي هو كل ما يشبه الانفيترو، ماشي. بعد كده في السطر الثالث هكتب اللي هو الكيورد الثالثه بتاعتي اللي هي الفيرتلايزيشن، تمام. انا لحد دلوقتي كده مش بربطهم باي حاجه، انا كل اللي بربطه هو بس اور، يعني كل اللي عملته ان انا مسكت الكي ووردز وبدات اجيب كي وورد كي وورد كبيره على بعضيها. فانا هنا كان عندي اول حاجه اللي هو الاي في اف مسكتها لوحديها هي في سطر، بعد كده عندي الانفيترو بس كده لوحديها مسكتها لوحديها في سطر، الفيرتلايزيشن بس كده لوحديها وهمسكها في سطر. طبعا هتبقى فيرتلايزيشن اور فيرتلايزيشنز وهكذا. طيب كده خلصنا الانفيترو فيرتلايزيشن، طيب جمعها بقى. انا عارف ان الانفيترو دي اللي هو السطر الثاني دوت اللي هو ما يدل على الانفيترو المفروض ان هو يرتبط مع ما يدل على الفيرتلايزيشن بور سوري باند، فانا هقول له السطر الثاني اند السطر الثالث، تمام. بعد كده هنزل رقم خمسة هقول له، يعني كده خلاص دلوقتي رقم أربعة ديت معناها ان هي انفيترو فيرتلايزيشن اللي هو دمج السطر الثاني بالثالث. هنزل بقى في رقم خمسة واقول له السطر الاولاني اور الرابع، تمام، يعني بمعنى اصح انا هو دلوقتي ربطت الثاني بالثالث باند وحطيتهم هو في صوره السطر ده السطر الرابع، خلاص ما بقاش ليا دعوه ليهم كانهم مش موجودين. فانا كده ما بقاش عندي غير ده وده. فانا دلوقتي هقول له ايه علاقه الاي في اف بالسطر الرابع دوت، ان هو شبهه الاي في اف والاي سي اس اي وهكذا. فانا هقول له ان السطر الاولاني اور السطر الرابع، تمام كده. بس انا هنا كنت عايز ارجع دي مش عارف ارجعها، ماشي دي كده اللي هي كانت هنا في انفيترو،
الفور ريليفنت بتاعها، ودي كان فيها الفيرتلايزيشن ريليفنت بتاعها. تمام كده. فانا كده دلوقتي بقى عندي السطر الخامس بيغني عن كلمه انفيترو فيرتلايزيشن دي بالكامل، بس انا هنا لسه عندي الاي سي اس اي، انا هنا اضفتها هنا بس ما كنتش مكسرها حلو. تمام، يعني المفروض ان انا مثلا عندي اللي هي هتبقى انتراسيتوبلازم دي لوحديها والسبرم انجكشن دي لوحديها. تمام، فانا مش هينفع اكتبها برضه بالشكل دوت، فانا هشيل اللي هو الجزء اللي هو قبل الربط ده واكمل كتاب عادي. يعني انا هنا مثلا دلوقتي كانت عندي اول حاجه اللي هو ان فيترو فيرتلايزيشن والاي سي اس اي، وبعد كده مسكت ديت كسرت الاي في اف الاي في لوحديها على سطر والفيرتلايزيشن لوحديها على سطر، نفس النظام همسك هنا الاي سي واكسرها لوحديها على سطر والاس اي اكسرها لوحديها على سطر. تمام، فانا هنا كده عندي هبقى السطر الرابع اللي هو الانتراسيتوبلازم كور ريليفنت ليها، هو انا ما اظنش ان ليها اي ريليفنت. السطر الخامس هيبقى السبيرم انجكشن وريليفنت ليها. تمام كده. طيب كده في اي حاجه في الجزء الاولاني لسه عملتها لسه يعني سايبها؟ لا، احنا كده غبنا الاي في اف والاي سي اس اي وهكذا، فاضل بقى ان احنا نجمعهم. طيب احنا هنجمعهم ازاي؟ قلنا كده السطر الاولاني دوت ماشي ملناش دعوه بيه دلوقتي، او ممكن مثلا دي هوت مثلا السطر الاولاني احنا هنحاول نكتبها طريقتين ماشي. اللي بعديه دوت المفروض مربوط بيه ان هو سواسيه معايا، يعني مثلا ان فيترو فيرتلايزيشن الاثنين مع بعض سواسيه بالاي في اف عند اي سي اس اور اي سي اس اي. تمام، ودول كده مع بعض سواسيه بديت، فهتربطه بفور فيبقى اور شباك 2 اند شباك 3 اور شباك 4 اند شباك 5. تمام كده. طبعا الدنيا هنا الواحد حاسس ان هو اتعقد كده شويه، ادي هو هنا السطر الاولاني اللي هو الاي في اف والاي سي اس اي هي لوحديها، بعد كده دمجت الانفيترو مع الفيرتلايزيشن اللي هو الثاني والثالث ادي هي لوحديها، بعد كده حطيت الانتراسيتوبلازم في الاسبيرم انجكشن الاثنين مع بعض وحطيتهم هي لوحديها. ممكن اكتبها بشكل افضل من ده ان انا اخلي بس اللي هو ان انا اقول ان انفيترو فيرتلايزيشن الاثنين دول مع بعضهم بس كده على سطر ده شباك 2 اند شباك 3، واقول ان انتراسيتوبلازم وسبرم انجكشن الاثنين دول المفروض يكونوا مع بعضهم، فهعمل سطر سابع واكتب فيه ان هو 4 اند شباك 5. تمام، وبعد كده اقول ان السطر الاولاني والسادس والسابع مساويين لبعض بأور، فاقول هو شباك 1 أور شباك 6 أور شباك 7. تمام كده، ده كده خلاص الجزء الاولاني كله. هدخل بقى في الجزء التاسع، الجزء الثاني سوري، هعمل سطر تاسع وابدا اكتب بقى عن الاندو الاي اس اي اللي هو الاندوميتريال سكراتش انجن، فاخد هنا الاندوميتريال سكراتش انجن نفسها زي ما عملنا هنا بالظبط اور ما يساوي، هعمل سطر عاشر واخد الاي اس لوحديها اللي هو لا هاخد الاي بس لوحديها اللي هو الاندوميتريال اور ريليفنت ليها، وهعمل سطر 11 واكتب اللي هو السكراتش لوحدي وريليفنت ليه. تمام، بعد كده هبدا بقى اربطهم نفس القصه زي ما هنا عملت ربطت الفيترو مع فيترلايزيشن اللي هما الاثنين يعتبروا كلمه واحده، انت رسيتوا لازم كان دوت اعتبرتهم كلمه واحده، نفس النظام هربط اندوميتريال بسكراتش لان هما كلمه واحده، فهعمل روابط شباك 10 اند شباك 11. كده بقى عندي ده بيدل على الجزء الثاني، لا لسه ما بيدلش على الجزء الثاني كله لان انا لسه نسيت السطر التاسع. طيب هعمل ايه؟ ادخل هنا رقم 13 سطر 13 هقول له ان انا عايز رقم 9 شباك 9 اور شباك 12. تمام كده؟ ده كده هو بقى عندي الجزء الثاني كله، وده كان الجزء الاولاني كله. تمام؟ فانا كده باختصار هقول له ان انا عندي بقى كده في الاخر خالص شباك راحت فين؟ شباك 8 اند شباك 13. تمام، ده كده هو اللي هو السيرش سراج بتاعي.
هو بس ده السطر ال 14. طبعا لما هاجي اكتبه هكتبه بالشكل ده بحيث ان اللي يبص على السيرش استراتيجي يفهم ايه اللي مكتوب، لان انت لو كتبته له بالشكل دوت هيقعد يجري ورا الاقواس مش هيعرف راسه من رجليه. فعشان كده في ليفل 2 هنكتبه بالشكل ده زي ما هو برضه هنا بيكتبه في كوكرين. تمام، يعني كوكرين نفسه لما بيستخدم اقواس او لما بيستخدم حاجات زي كده بيبدا دوت بقى اللي هو ليفل 3 ليفل الوحش ماشي، بيبدا يقسمهم صورة سطور ويجي هنا في الاخر يقول لك ان انا عايز مثلا اللي فات كله اور شباك من 14 ل 16 وهكذا مثلا. تمام، ف لحد ما يجي في الاخر خالص تلاقيه ظهرت في صورة حاجة اند حاجة، اللي هو الجزء اليمين كله مع الجزء الشمال كله، زي ما احنا هنا عملنا اللي هو الجزء الشمال اللي هو بتاع الانفيترو فيرتيلايزيشن كله مع الجزء اللي هو بتاع الاسكريشن انجن كله اللي هو ده. تمام، بس هتلاقيه برضو كده في كله، يعني برضو دايما اخر سطر هتلاقيه حاجة واحدة اند حاجة واحدة. ماشي، ده كده المفروض ازاي نعمل ليفل 2. هناخد بس مثال تاني علشان المثال دوت يعني وقعنا منه كتير. المثال التاني اهو، المثال التاني بيتكلم عن ان احنا عايزين نستخدم نشوف الدول انرجي سي تي هل هيديكت البلمونري امبوليزم ولا لا، مقارنة بالسي تي العادي. ماشي، فانا هنا نفس النظام هيبقى عندي زي ما نقول انترفنشن، بس هو مش انترفنشن هنا لان ديت دايجنوستيك ستادي. فديت هيبقى عندي الدول انرجي سي تي دوت الجزء الاولاني، والبلمونري امبوليزم دوت اللي هو الجزء الثاني اللي هو ناس عندها بلمونري امبوليزم. ماشي، هبدا برضه نفس النظام امسكها واكسرها. ماشي، دي هو اول حاجه عندي ان انا عندي الجانب دوت اللي هو الدول انرجي سي تي، نفس النظام اور دول انرجي سي تي اور. في بقى مترادفات كتيره للكلمه دي كده كلها على بعضيها، زي مثلا مش فاكر. ماشي، بس المهم يعني فيها ليها مترادفات يعني كتير. ماشي، دي كده اول حاجه خلصناها. تاني حاجه، دول انرجي في حد ذاتها بتتكتب باشكال كتيره. ماشي، زي مثلا ان هي الشكل اللي هي مكتوبه بيه ده دلوقتي اور، تحطها وتحط ما بينها شرطه اور. في حاجه اسمها سنجل سورس، ده برضو بيعبر عن دول انرجي، يعني هو دول انرجي سنجل سورس. الحاجات ديت مش هتيجي غير بالقرايه، يعني انا عشان تقريبا عشان اعمل السيرش استراتيجي بتاع البحث ده اللي هو ده كده، المفروض ان انا فضلت اتفرج على فيديوهات على اليوتيوب عن الراديولوجي عشان اعرف افهم اصلا ايه هو دول انرجي ده. ماشي، فهي تبقى اور وعندي حاجات كتيره زي مثلا سنجل سورس وحاجات كده كتيره. بعد كده السطر الثالث هكتب بقى، هبدا اكتب عن السي تي بقى نفسه. خلاص انا كتبت عن دول انرجي، لازم اكتب عن الشق بتاعه اللي هو السي تي، لان انا لازم انا مش بعمل بحث عن دول انرجي لوحده. فاكتب اللي هو سي تي اور كومبيوتد توموجرافي اور تقريبا كان فيها اكس راي برضو، دول انرجي اكس راي وهكذا. طيب بعد كده هل في حاجه تاني كده؟ لا خلاص كده مفيش حاجه تاني. فاكتب هنا بقى في السطر الرابع اللي هو هبدا بقى اربطهم. ماشي، فانا هنا عندي عارف ان الدول انرجي والسي تي الاثنين واحد، فهقول ان هو شباك 2 اند شباك 3 الاثنين دول مع بعض، وهقول ان الجزء الاولاني كله على بعضيه اللي هو عباره عن شباك واحد، سوري شباك واحد اور شباك 4. بعد كده هبدا اتكلم عن الجزء الثاني اللي هو البلمونري امبوليزم. ممكن اخد البلمونري امبوليزم دي كده مع بعضيها لان هي ليها اختصار اللي هو البي اي اور بي اي اور، ليها تقريبا حاجات كتيره يعني مش عارف في انجيوجرافي في حاجات غريبه يعني تقريبا. فدوت اللي هو البالمونري امبوليزم، وهبدا اكسرها برضو البالمونري وامبوليزم لان في امبوليزم وامبولاي ومش عارف وثرومبوزس تقريبا. تمام، ف نفس النظام اخد بالمونري لوحديها اور ما يدل عليها 8 اللي هو الامبوليزم لوحديها اور ما يدل عليها. وبعد كده هقول له مثلا في السطر التاسع اللي هو ان البلمونري والامبوليزم مع بعض اللي هو شباك 7 اند شباك 8 مع بعض، واقول له في رقم 10 ان ده كله كده اللي هو الجزء الثاني اللي هو شباك 6 اور شباك 9. تمام، بعد كده في السطر ال 11 اللي هو بقى هختم اللي هو هربط الجزء الاولاني كله بالجزء الثاني كله اللي هو عندي شباك 5 and شباك 10. تمام، ده كده اللي هو السيرش استراتيجي بتاعي. المفروض
ناوي يمشي باللي هو القصه بتاع ليفل 2 ديت، يعني احنا اكيد هنستخدمها بس ما نستخدمهاش بشكل اوفر. يعني انا هنا كده دلوقتي في دي انا افورت فيها يعتبر، لان انا ما كنتش محتاج افصل بالمونري امبوليزم، انا ممكن اخليها بالمونري امبوليزم اور بالمونري امبولاي وهكذا، لان انا اصلا مش هلاقي ريليفانت كي ووردز كتيره للبالمونري لوحديها، ومش هلاقي ريليفانت كي ووردز للامبوليزم لوحديها، تمام؟ فمش ملوش لزوم افوره، فانا كان ممكن مثلا استغنى عن ده كله كده، تمام؟ بينما دول قصه دول انرجيز دي لا، دي لازم يعني، اللي هو ما كانش هينفع اكتبها في صوره دول انرجيز دي، يعني ما كانش هينفع اكتب دي كده لوحديها، تمام؟ لان انا هيبقى هيتفتح لي بوابه كيوردز كتيره جدا، ومش هقدر انتهيها، يعني مثلا حوالي 200 كيوردز، تمام؟ فانا كان بليفل 2 دوت هقدر استغنى عنها مثلا في خلال مثلا 30 كيورد مثلا ولا حاجه. برضه في نفس الوقت هي باينه هنا لحد دلوقتي كده ان هي سيمبل، لكن انت لما تكتب مثلا في السطر الاولاني بتاع 20 ولا 30 كيورد ريليفنت بس لدول انرجي سيتي، وتكتب مثلا اللي بتاع مثلا 20 30 وهكذا، هتعرف ساعتها قيمه السطور وليه ان احنا ما استخدمناش اللي هي القصه بتاع الاقواس الغريبه دي، تمام؟ ده كده كان ليفل 2 اللي هو ازاي تكسرها اكتر، تمام؟ وفي نفس الوقت تعقدها اكتر، وازاي تربطها اكتر، تربطها احسن. ده هيفيدك بايه؟ ده هيفيدك ان انت هتقدر تجيب كي، هتقدر يعني تكاتش الحاجات احسن، يعني البحوث مش هتقع منك بشكل افضل، وهتستخدم ريليفنت كي ووردز اقل نسبيا، تمام؟ ازاي برضو؟ يعني انا مثلا هنا عندي بالذات في الدول الانرجي سيتي ديت، كنت فعلا في مثلا الاقي حاجات زي مثلا سي تي ان جيوغرافي تقريبا، كان برضو نفس النظام، كان يعتبر دول انرجي، وكان برضو بيجيب البلمونري امبريز، فانا كنت محتاج ان انا افصل السي تي لوحديها عن الان جيوغرافي لوحديها اللي هو انا كتبته هنا، تمام؟ فلا، هي ليها فايده كبيره جدا ان انت ما توقعش حاجات منك، وفي نفس الوقت انت تختصر. فده كده ليفل 2، بس في نفس الوقت ما تروحش الليفل 2 غير لما تكون كويس يعني في السيرش استراتيجي شويه. ده كده كان ليفل 2، وطبعا ان شاء الله مش هنشرح ليفل 3. ليفل 3 دوت اللي هو بتاع كوكرين، يعني لو حد قدر يفهمه يبقى يفهمني معاه، تمام؟ لان هو المفروض ان هو بيتعمل في حوالي شهر، ومعقد وليه سطور كتيره جدا، لان يعني وصلنا هو في البحث اللي فات بس لوحده اللي حوالي السطر رقم 50، هو مش بيستخدم بس اند اور، لا بيستخدم حاجات رخمه اكتر، فمالناش دعوه، تمام؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.